لو كنت هقبلها ممكن اتاخر شويه، ولو مش هقدر هتلاقوني برد عليكم بسرعه، وخصوصا انكم اتاخرتوا على ما جيتولي، والحكم ضد المتهمه هيصدر قريب. احنا متشكرين قوي يا استاذ، عن اذنك. خلاص يا عم وهدان، اخوك طاعون خارج كبدجي تحت جناحه وبعونه هم الجوز. جاك طاعون ياض يا نسر، ياض ده انتوا ولادي اللي ما لمستش امهم، هي بس المصلحه رشقت علينا، جت كده نقول لها لا. طب بس رشقت على الضيق، دب ايدك ووسعها شويه، ده احنا عشره الايام والليالي السودا سوا. طب بس انت اعطيني بعد الوقت وانا وسعها عشان انت والنسر ما تزعلوش. انت ياض قاعد بتنبر لي زي ما كنت اشتغلت في كارفور. ياض عشت الليل مع الاشكال الوسخه دي ما تلزش، وفلوسها شاربه سبيرتو لما عميانه بتطير زي الناس. يا ناس ايه المدام؟ يا ريت عملي لسه. ايوه نوال. ايه يا واد الدخله الناشفه دي؟ وحشتني. ملياش حق توحشني يعني، ده احنا كنا ولا المتجوزين. هاتي من الاخر وارمي اللي في بطنك يا نوال. عاوزه ايه؟ عاوز منك ايه يا هيم؟ ولا عوزت منك ايه يعني قبل كده؟ وحشتني، عاوز اشوفك. وانت ما وحشتنيش، ولو في خراب في دنيتي هيبقى من تحت راسك انت. جرى ايه يا هيمه؟ هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت؟ سلام يا نوال، انا مش فاضيلك. سلام. ومش فاضيلي ليه؟ وراك ايه يعني اهم مني؟ قلت لي عاوزه اقابلك وانا قلت لا. هنحكي في ايه تاني؟ وانا احكي معاك ليه؟ انا اقوم افتح باب الشقه واخبط على كوريا واحكي معاها واقول لها انك كدبت عليها في حكايه الفرح والهدوم اللي انت مستلفها، وانك كل ليله بتطلع تتسحب وما بتجيش غير وش الصبح وشمس ربنا منوره. يعني ايه يا نوال؟ يعني تتعادل معايا وانت بتكلمني. انا هشوف كده سلومه دنيته ايه وهكلمك وانزل اقابلك. امين امين. ايوه كده. يا نهار اسود، كل دي مسجات وانا قافل الموبايل. ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب، الراجل ده مجنون. دينا 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 دينا. ساره كده كتير قوي، يلا بقى. سارة بتعملي ايه يا سارة؟ سارة سارة بتعملي ايه؟ افتحي يا سارة. سارة هو انت ما فتحتش ليه؟ افتحي له، انا عارف مين. وين مروان؟ مروان وينه؟ ايه؟ ايه في ايه يا شيخ جاسم؟ مروان وينه؟ اهو. اهلا وسهلا يا مروان. اسمع، انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفته بحياتي، وانت منحاش من مصر لان عندك قضية نصب. اسمع، ترجع الاثنين مليون يورو مالوتي ولا خليك جدة هامدة هني؟ اهدى بس يا شيخ جاسم. وخي انت الثانية. اهدى بس يا شيخ. اهدى اهدى، حرام عليك، كفايه من ساعه ما عرفت موضوع السفينه وغرقها ده وانا بتقطع من جوه. اسمع، انت فاكرني انا اهبل ولا برياله؟ اي مركب اللي غرق واي سكر اللي داب، مثل ما قلت لك
تدفع لي فلوس ال 2 مليون يورو ولا افرغ المسدس هذا براسك؟ اهدى بس اهدى وتعالى اقعد اهدى. وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان مبلغ تافه زي ده، وانا ان كان عليا انا عايزك تضربني بالنار وتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا ده، بس اعمل ايه؟ المكان كله مليان كاميرات، يعني اي حاجه انت هتعملها توصل للامن على طول. اهدى بس اهدى اهدى وتعالى اقعد تعالى اقعد. ما تفهمنيش انت بتسوي يا علمني. تعال اقعد وانا هعلمك. تعال اقعد يا نجوان. اتفضل اتفضل يا شيخ جاسم. اعمل لنا كاسين بسرعه، خلي الشيخ جاسم يروق. تعال بس تعال. انا عينيا للشيخ جاسم طبعا، بس مش عارفه ليه هو النهارده عصبي كده شويه، هو شكله قلبه ضعيف ومش قد التجاره. بس بس يا نجوان. لا 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 ما تقوليش كده، مش معنى ان الشيخ جاسم خسر صفقه يبقى قلبه ضعيف، ما هو برضه كسبنا واحنا معرفتنا ملايين. انا عندي افكار لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص. طيب ما تفهمني، فهمني يا فلتة زمانك. مقبولة منك يا شيخ جاسم. عارف تجارة الأفكار دي أنجح تجارة على مستوى العالم. ليه؟ لأنها لا هتحمض ولا هتفسد ولا هتعطل ولا أي حاجة خالص. وبعدين فهمني، مو فاهم شيء أنا. هفهمك، بس شيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن، وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، واللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. آمين آمين. نور الدنيا كلها يا شيخ. كاسك. شكرا. اتفضل. شكرا. خد يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا يلا شط واحد شط واحد. ها بالهنا. الله يهنيك تسلم ايدك. منور منور يا شيخ جاسم. يلا يا نجوان كاستاني بسرعه. شكرا. انا عارف انك مستغربه المكان هنا شويه، يعني اكيد عشت بره مصر ومش واخده على الاماكن هنا، بس صدقيني المكان هنا لطيف قوي، انا باجي كتير انا واحد صاحبي. لا المكان فعلا لطيف حلو قوي. بقول لك ايه، انا مش عايزك تتوتري من وجودي، يعني اعتبريني يا ستي مش موجود خالص، او ما اقعد على ترابيزه تانية ولا ايه؟ لا لا ازاي، لا لا مفيش حاجه خلاص. يخرب بيتك، يا ريتني جبت سيره مليون جنيه، ده انا لسه ما خلصتش الجمله. حبيبي انا قلت اطمن عليك، عامل ايه مع الموزه البلدي بتاعتك؟ بتحترم نفسك بقى، وبعدين مش وقتك، اقفل يلا دلوقتي. مش وقتي ايه، انا بتاع كل الاوقات، انا جنبك اساسا وداخل عليك، اطلب لي اكل معاك. ما تستعبطش، مفيش الكلام ده. وحياه امي جايلك. سلام. معلش يا ستي، واحد صاحبي مجنون شويه. المهم انت عامله ايه؟ كويسه قوي كويسه. طب قولي لي بقى، تحبي اكلمك انا عن نفسي ولا تكلميني انت عن نفسك؟ لا ابتدي انت الاول. لا سامعك. انا اسمي علاء عبد الحميد وبشتغل ضابط مباحث. لو سألتيني إيه أكتر مهنة بتكرهها في الدنيا هقولك هي شغلانة المباحث. إزاي يعني؟ والدي كان لواء شرطة متقاعد، كان مرشح يبقى وزير داخلية، وكان وقته كله للشغل، وطبعا بقى بقيت السيناريو أنت عارفاه، أجبرني إن أنا أدخل كلية الشرطة، ولما لقيت نفسي دخلتها قلت خلاص ما بديهاش، نشتغل بقى ما دام دخلنا. لو عايزة ترد رد. لا لا مش مشكلة، اتفضل كمل بسمعك. بس يا ستي، وأنا ما أعرفش أبقى في حاجة وما بقاش شاطر فيها. انا اصلا داخل شرطه ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي انا قلت لك؟ لا مش هضحك. واضحكي فنان تشكيلي. مش قلت لك هتضحكي؟ لا مش قصدي، معلش بس يعني مش لايقه خالص على شغلانتك. ده انا عندي كمان المرسم بتاعي وخدت جوايز كتير قبل كده، بس طبعا الجماعه التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاهه، طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط، ده ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكلة إن حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقة. في إيه مالك؟ بتبص لي كده ليه؟ لا أبداً مستغرب طريقة تفكيرك، أصل ده كلامي بالظبط. لو عايزة ترد رد. لا لا مش مشكلة، تفضل كمل بسمعك. بس يا ستي، وانا ما اعرفش ابقى في حاجة وما بقاش شاطر فيها. انا اصلا داخل شرطة ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي انا قلت لك؟ لا مش هضحك. واضحكي فنان تشكيلي. مش قلت لك هتضحكي؟ لا مش قصدي، معلش بس يعني مش لايقة خالص على شغلانتك.
ده انا عندي كمان المرسم بتاعي وخدت جوائز كتير قبل كده، بس طبعا الجماعه التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاهه. طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط، ده ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكله ان حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقه. في ايه مالك بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا، مستغرب طريقه تفكيرك، اصل ده كلامي بالظبط. معلش عن اذنك انا مضطره امشي. طب استني هوصلك. لا 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 خليك انت، انا هاخد تاكسي ما تتعبش نفسك. لا تاكسي ايه، ما انا بقولك هوصلك. اطمن انا همشي لوحدي عن اذنك. لولو اوكي براحتك. لا واو ايه جامده، شكلها هتلففك حوالين نفسك. جرعه كوكايين زياده، بس الحمد لله ربنا سترها. انا ما رضيتش ابلغ الشرطه بس حاولت على الجوع. اكيد يا دكتور مش هنسيبها كده. انا عارف حضرتك، انت تقريبا المحامي نادر عالم الدين صح؟ صح. انا دايما بتابع برامج حضرتك في التلفزيون. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. حضرتك طبعا عارف خطوره حاله الانسه، ايا كانت علاقتك بيها ما ينفعش تسيبها كده. اوعدك هنتصرف يا دكتور. مالك يا كوريا مش مظبوطه ليه؟ انت ما بقتش عايزني يا ابراهيم. ما بقتش عايزك ازاي؟ والله ما اعرفش. شوف انت ايه، خلاص اللعبه البلاستيك اللي كنت شبطان فيها وعايز تمسكها بايدك ادمت وبقيت عايز لعبه جديده. زهقت ايه ولعبه ايه؟ انا كبرت على الهبل ده يا استا كوريا. انت كبرت عليا انا يا كبداكي. نفسيتك عليت وبقيت باصص لفوق، بقيت عايز لعبه اغلى واكبر من اللي في ايدك، بقيت مسترخصني راكني على الرف تلاقي مرميه وقت ما عاوز ارجع لها تاني هتروح فين يعني؟ انت مالك يا كوريا قلبها الشهد والدموع كده ليه؟ هو مين اللي لعبه في ايد مين؟ ده انت ولا اللي ربطاني بحبل وماسكه اخره في ايدك يا كوريا، لا عارف اروح يمين ولا شمال، ايه اللي مضايق؟ اه هي دي الفايده بقى. تمام زهقت مني يعني. ماشي سبحان الله، مع ان زمان الحبل اللي بتتكلم عليه ده كنت بتتعايق بيه قدام العيال في الحاره، عيل جديد ولسه جاي الحاره من بلدهم وخطبت كوريا. كوريا اللي محدش استجرى يرفع عينه فيها وبالله صباح الفل. بقول لك ايه يا كوريا، انا مش فايق للخناق ده، واحنا خارجين عشان نتخانق بعد كده لما تقعدي نخرج عشان نتخانق قولي لي يا هيمه تعالى نخرج نتخانق. ماشي حاضر يا هيمه. عموما انا خلاص دفعت الفلوس بتاعت سلومه اللي كانت معطلانه عن الجواز، وانت عارفني لا عايزه شبكه ولا مهر ولا فرح ولا حاجه تكلف نص جنيه فضه. انا عايزه اتجوز الشهر الجاي يا هيمه. امين نتجوز يا كبدكي. نتجوز نتجوز يا كوريا، وانا بديك الساعه بس مش على طول كده، ده موضوع طويل عريض ومحتاج ترتيبات وقصص ومواويل. لا ليه؟ لا ترتيبات ولا حوارات، انا سيدي راضيه. ها ولا لا؟ مالك يا كوريا؟ ايه القفش ده؟ انت عامله كده ليه؟ بقول لك ايه يا هيمه؟ لو مش هتنجز في حوار الجواز ده يبقى انا من طريق وانت من طريق، تمام؟ مات الكلام. هي حلوه وهاديه وبتتكلم زي اي واحده مثقفه، بصراحه ما فيهاش عيب غير موضوع العبايه ده، ودي سهله ممكن تقلعها وتبقى تلبس اي حاجه تانيه، بس هو اسم جمالات ده بصراحه مش راكب عليها. هعمل على اسم غير ولا المشكله مش في الاسم، المشكله في المنطقه. احنا ما ينفعش علاء بيه ابن عبد الحميد باشا اللي كان بيهز الداخليه يصوم يصوم ويفطر على بطن البقره. ما تبقاش قوي كده برضه يا لولو. يا عم يعني احنا خدنا ايه من البنات الكلاس يعني؟ خدناش منهم غير وجع القلب والقرف. خلينا نجرب البنات ولاد البلد كده يمكن نرتاح معاهم. سيبك مني انا، انت عملت ايه في موضوعك؟ ظبطت الكلام مع المحامي ده ولا ايه؟ شغال. اسماعيل بيه بقى عرفني، كل شويه هسحب القضيه منك هسحب القضيه منك. ما يسحبها يا عم يورينا هو الخبره ويقبض عليهم هو. بس انا برضه عامل اللي عليا وشغال. قفشت بنت مدمنه على علاقه بالواد المحامي، زقيتها عليه وهي دي اللي هتجيب من الاخر. ده انتوا شغلكوا شغل رخيص. يا عم قلت لك خدني معاك في الانتخه اللي انتوا فيها دي، بقى بالذمه كل ده في قضيه واحده؟ طب تعالى معانا الاسم كده. هتلاقي لك هناك مثلا ثلاث قضايا قتل على 10 نصب على 15 سرقه. مش بعيد كمان 34 مخدرات. لا يا عم انا كده تمام، ربنا يبارك لك في اللي عندك. لا صحيح يا حبيبي. هي حكايه تجاره الافكار دي اللي شرحتها لجاسم حقيقيه؟ مفيش حاجه اسمها كده. طب والله العظيم انا صدقت وعجبتني. يا حبيبتي ما انت لازم تصدقي، عشان انت لو ما صدقتيش هو مش هيصدق. بس هو الراجل ده ايه؟ ده لسه ال 2 مليون يورو اللي خسرهم معاك ما بيردوش، وعرف ان انت مطلوب في مصر، ولسه بيتفق معاك تاني لو رجع لليونان هتشتغلوا مع بعض. يا حبيبتي هو مش راجل عبيط، هو انسان عادي، انا اللي انسان مش عادي، عشان كده انا لازم اكسب وهو لازم يخسر.
بس انا لسه برضو ما فهمتش، انت عملت ايه بالظبط؟ انا هفهمك عشان اكسب فيكي ثواب. طيب قول. انا اشتريت شحنة سكر ب3 مليون يورو. قمت رايح بايعها للشيخ قاسم ب2 مليون يورو بالشحن والنقل. هو طبعا افتكر انه ضربني على قفايا. قمت رايح لشركه تامين مأمن على الشحنه بنفس ثمنها الحقيقي 3 مليون يورو. قامت المركب محمله وماشيه في الميه لغايه ما وصلت للمياه الدوليه. قامت جايه مركب تانيه تبعنا، شلنا السكر من هنا حطيناه هنا وقمنا مرجعينه لاصحابه. واخدين منهم كام؟ 2.5 مليون يورو بدل 3، وقلنا ان السكر غرق. طب وبعدين؟ ما هو المركب اللي شالت السكر ما غرقتش ولسه موجود. ما احنا قبجنا الراجل صاحب المركب ده ب0.5 مليون يورو، فقال ايه بقى؟ قال ان المركب كانت معرضه للغرق فاضطر يرمي السكر في الميه عشان المركب ما تغرقش. يا ابني ايه؟ خدي عندك بقى. قلنا مسكين علب السكر الفاضيه ورميناها في الميه. وقلنا اللي مش هيصدق يشرب من البحر هيلاقيها مسكره. يا لهوي عليك يا مروان، يعني انت اخدت 2 مليون يورو من عند جاسم ومن التامين 3 مليون يورو ودفعت بس 0.5 مليون لصاحب السكر ونص مليون لصاحب المركب. يعني انت طلعت من الموضوع ده كله ب 4 مليون يورو مقفولين بالاستك. الحمد لله ان انا معاكم مش ضدك، ولا كنت ضحكت عليا، بس انت حبيبي وجايب لي خاتم بمليون يورو ملوش مثيل في العالم ده كله. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك يا حبيبتي. انت مش تستاهلي خاتم بس، انت تستاهلي المظات الدنيا بحالها. انت ورق العنب ولا انت الناس بتنوال. قومي فزي في يا راجل، انت ما تستبح على الصبح انت مفتح عينك تتشاكل. هو انا نمت ولا عرفت انام؟ انا طول الليل قاعد اقلبها بدماغي. الست اللي تنام في فرش الجوزة وتقلب عليه الاغراب وتبتي السر وما بينهم ما تبقاش مراته وما تستاهلش العيش معاه. يا دي النهار الازرق من اوله. مالك يا سلومه؟ سر ايه واغراب ايه؟ انت اتهبلت يا راجل انت؟ انا اتهبلت زمان لما اتجوزت وطنشت على كل اللي بتعمليه. اقول معلش وليها غلبانه ربنا حرمها من الخلفه ما يبقاش انت والزمن عليها، لكن لما توصل بيك الحال انك تلفي على العماره كلها وتقولي للسكان ان المعلم سلومه صرف فلوسكم كده تبقى انت مره ناقصه، وعلى راي المثل بناقص الناقص. انا مالي؟ انا ما قلتش حاجه. لا قلتي، انت عارفه كل حاجه. ايوه قلت. هو انت لسه شفت حاجه؟ دي نغزه صغيره كده بس، ولو ما كتبتليش البيت ولا حتى نصه انا حوريك ايام اسود من نيتك السودا. يا مي ولالي بنت خلاص ملكيش عيش معايا. الراجل يا وليه يستحمل الوليه النكديه، الوليه الكدابه، الوليه اللي ايديها مخرومه، لكن الوليه لمؤاخذه الخاينه ما يستحملهاش. ده انا يا اخويا اللي مستحملك على عيبك وانت عارفه كويس، يعني تحمد وتشكر مش تقول لي تستحمل وما تستحملش. على العموم انا هعمل باصلي معاك، انا مش هكروش كده قدام الناس ولا ما يشواش. لا سكت كده لم حاجتك يا بنت الناس، اجيب الليل ملاقيش وكل اللي ليك عندي بشرع ربنا هديهولك على الدير المليل. يا اخويا روح اتنيل، هو انت فيك غير لسان؟ جاتك الهم والفقر والغم، جاتك 60 نصيبة. يا ولا لا حاسس الشندوتش يا ولا، بتغرقوا ليه؟ هو انت اللي هتاكله؟ ياما المكسب حلو اهو، ليه بس الافتراء؟ الافتراء اللي انت بتعمله ده هو الله، الشندوتش الكبده فيه مبظبظه هتفط منه، حرام عليك. اعمل لي شندوتشين عشان انا جعانه كده اهوت وطالع على لحم بطني. يعني صباح الفل يا سوق. صباح العسل يا احلى كوريا، من ورانا ست الكل. شكلك غزلتك رايق والله. شارده وعمال ادور عليها. تبع الرجاله مالك يا بنتي يا كوريا؟ وشك اصفر كده ليه وعامل زي اسهال العياه؟ البيت راضي عليك ولا ايه؟ ولا راضي ولا حاجه يا كوريا، عماله تمرجحني شويه تطلعني فوق وشويه تنزلني لسابع ارض، بس الحمد لله لسه متعلق وما وقعتش. قلتم على وشي. بقول لك ايه يا سوق، البت هاجر دي بت نظيفه وشبهك، امسك فيها بايديك واسنانك. متبت فيها لغايه ما دراعي اتخدلت وسناني قربت تقع. يا سلام
انا همشي عشان انا بطني اتنفخت. هات يا ولد السندوتشات يا ولد. خد يا عم. الحساب فين؟ حساب ايه يا اخويا؟ الحساب يوم الحساب. هات يا ولد. اتفضلي. اعمل لي يا ابني سندوتشين، انا ما اكلتش من امبارح على لحم بطني. عينيا عينيا احلى كوريا. مالك يا اسطى في ايه؟ والواد ايه ما مخبي اليومين دول يا سوق؟ هو انا مخبي ولا حاجه، هو بس ما بيجيش على العربيه عشان انت عارفه يعني بقى يتخني يعني. ده بنت غلبان يا سوق، بيبان عليك ما بتعرفش تكذب. في ايه بس يا اسطى؟ ايه ما لايف على واحده جديده يا سوق؟ اقول لك حاجه؟ طب 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 والنعمه دي وحياه ربك انا مش عارف. ماشي صادق يا سوق، بس برضك انت مخبي عليا حاجه وانا مش هدوس عليك عشان عارفه انك مش هتقعد في صحن. سلام. الكوريا والسندوتشات. انت بقيتي شطوره قوي يا سندوستي، وانا بفكر من الشهر اللي جاي اعمل لك مرتب عشان انت بتتعبي معايا قوي. يا ريت يا اختي يا ريت، خليه مرتب كبير زي بتاع الحكومه. حاضر. تعرفي بقى انا خليه لك المطرح ده يرقص راس كده. طب بصي يا حبيبتي، انا هشغل لك فيلم دلوقتي على الايباد، هدوس لك بس بلاي وتقعدي تتفرجي. هيرد عليا؟ يرد. ادوس فيلم كده هنا اهو. في ايه؟ مالك عامله كده ليه؟ هو انتي لو مقلقه في حاجه ناحيه خطيبك ولا جوزك بس مش عارفه تمسكيها في ايدك تعملي ايه؟ مقلقه يعني ايه؟ الواد هيما ده انا عجناه وخبزاه وقرياه اكتر من امه اللي خلفته وماتت، والواد في وراه حوار كبير اليومين دول، شكله عايز يبيعني، عايز يفلفص ويخلع. يخلع؟ ما يخلع في 60 داهيه، هو ده يتزعل عليه؟ انا مش فاهمه طايقاه ازاي اصلا. يو ما تحترمي نفسك يا بنت وتكلمي عادل، ده مهما كان برضك خطيبي وهيبقى في يوم من الايام جوزي وابو عيال. وفرحانه قوي خطيبي وجوزي وابو عيالي؟ هو ده منظره منظر جوز وابو عيال؟ ده فالجر بس. بقول لك ايه؟ ما تخليش الفار يلعب في عيب اكتر ما هو لاعب. سيبك يا اختي من الخرط اللي بتقوليه ده وركزي معايا. مش انت يا اختي المتنوره المتعلمه بتاعت المدارس والجامعات؟ قولي لي بيقولوا ايه في الكتب الكبيره لما البنت من دول خطيبها يبقى هيشرد منها؟ بتعمل ايه؟ بترجعه ازاي؟ اللي زي ابراهيم الكتب تعلمك ازاي تهربي منه مش ازاي ترجعيه. تصدقي بالله انا غلطانه اني استعنتك واستعبرتك وجيت لك لغايه عندك عشان اسالك وادخلك في خصوصياتي. صحيح ما انا بسال مين؟ كان الحلو نفع نفسه. اوعي. ايه انت ما نمتش ولا ايه؟ مطبق من امبارح. ايه اللي لاحس عقلك يا كبد؟ ولا لاحس ولا نيله، المهم الواحد ما ينامش في الشغل. طب انا جنبك هنا هنهي حوار مع بنت الكئيبه دي واجيلك. قشطه. امن المنطقه. مش شغلتي بس عينيا. نعم يا نوال. ايه هو انا معرفش اشوفك غير لما اقولك اني هقول للبرنسيسة على شغل الليل واخره. وايه تاني؟ كبي كده يا حبيبتي كل اللي في بطني. الله انت بتكلمني كده ليه يا كبداكي؟ ان كنت نسيت اللي جرى هتدفاتر تنقرة. انا مش واحدة لا مؤاخذة تاخد منها غرضك وتقلبها في قرشيناتها وصيغاتها وتديها قفاك. لا يا حبيبي انا مشيت معاك تتاتا عشان حبيتك، لكن انا واحده بتسيناس ومحترمه. لا وبصراحه مفيش انضف من كده. وايه كمان؟ تكونش فاكر لما تديني الوش المغبر ده هتخلص مني، تبقى عبيط. انا من السنترال يا اخويا تخش تعمل مكالمه وتمشي. لا سنترال يا نوال، ومدتك معايا خلصت. والطيب احسن من الوحش. وزي يا حبيبتي ما انا وانت دخلنا بالسرسبه هنخرج بالسرسبه، لا من شاف ولا من دير يا نوال. لا يا حبيبي ده انا عامله زي الشوكه اللي ما تطلعش غير بالدم. انا بقى هقول لكوريا وفطمها على الليله كلها. انت غلبانه يا نوال، اوعى تكوني فاكره نفسك قرح. انت يا بنت ما تجيش ضافر في كبداكي. اوعى تكوني فاكره ان انا خايف منك ونازل قبلك عشان موضوع هقول لكوريا والهبل ده. لا فوقي، ده انا راجل ولو هتقولي لكوريا على اللي حصل هقلعها من رجلي اليمين زي ما قلعتك من الشمال واعيش برنس. بس انت بقى هتعملي ايه يا ماما لما اقول لجوزك على علامات اللبس؟ وعدت له الحسنات حسنه حسنه، واوصف له اوضه نومه والمله المكسوره وغيره وغيره. يا نوال ما تلعبيش مع كبداك يا نوال، انت مش قد. يلا يا عم تعالوا نغور من الحته الناكسه دي. ماشي يا اخويا، احاسب وحصلك. معلش يا استي نوال، ساعه شيطان ما تشيليش نفسك، هما الرجاله كده جنس كلب. يسمعني حين يراكسني كلمات ليست كالكلمات، وبعد ما ينول مراده يخلع. بس بقى خلاص، لا انا كده مش هبقى مطمن عليكي. بصي
هاتي رقم تليفونك ارنلك من عندي وابقى اتكلم اطمن عليكي. ماشي خلاص بقى. خد يا ست الناس، انا ههبق وهبقى اكلمك اطمن. لا حول الله. نجوان موبايلك بيرن، اديتي نمرتك لحد؟ نوجا مصر. الو، هو انت؟ امال فين البيت؟ انت ابو نجوان؟ ايوه ابو الشيف. ابو نجوان اللي انت سيبتها اهلها وناسها وطفشت معاك وعايشه معاك في الحرام. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم؟ انت مستخسر تبعت لنا شيلن؟ ده احنا بنكح جير جاتك داهيه فيك وفي اهلك. انا والله العظيم ما كلمت حد غيرهم. انا كنت بس بطمن والله، اصل ماما تعبانه. انا مش قلت لك ما تكلميش حد؟ ايوه. مش قلت ما تديش النمره لحد؟ ايوه. قلت ولا ما قلتش؟ ايوه. ايوه. هتودي نفسي 60 داهيه يا بنت الكلب. كفايه. هتودي نفسي 60 داهيه. انا خدت فكره سريعه عن القضيه. طيب وايه الاخبار بقى؟ طمنا. اكيد مش هقبلها. اكيد طبعا. المحامي اللي يقبل قضية زي دي يبقى بينتحر. ممكن حضرتك توضح لنا كلامك شوية؟ القضية دي خسرانة خسرانة. الحل الوحيد إن بنت حضرتك وجوزها يرجعوا الفلوس ويتصالحوا مع البنك. جرايه يا أستاذ سمير، أنت مكبر الموضوع ليه؟ ما أنت ما خدت براءات في قضايا زي دي. يعني مفيش حل تاني؟ طبعًا في حل تاني. إيه؟ إن المتهمة تسلم نفسها ونحاول ناخد لها أقل عقوبة ممكنة من 7 ل10 سنين. من 7 ل10؟ مفيش من 3 ل6؟ سلامتك أم حسن دددا من عين ومن حسد. سلامتك أبو حسن دددا بتمشي من حسد. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنت إيه اللي جابك هنا؟ ما أنا لفيت عليك المستشفى كلها وفي الآخر تلاقيتك في الأوضة دي. مش إحنا قلنا مفيش مجال المستشفى تاني؟ يا أبلة أنا جاي قانوني ومعايا تسريح ومختوم ختم النسر إن أشوفك وأقابلك وأمسك إيديكي. أوعى كده. تصريح إيه ده؟ أهو يا أبلة. تكرر العلاج بتاع ام نجوان. ما انا بصراحه قبل بتلكك عشان اشوفك يعني. طب اوعى كده وريني التصريح ده. ايه ده؟ واحنا مش هنوديه سوا ولا ايه؟ ونوديه لها ليه؟ ما هي هتيجي تغسل هنا، وبعدين انا خدت تليفون جيرانها عشان ما اطلبهاش على تليفون جوزها. انا قبل كنت عامل حساب ان احنا نروح انا وانت يعني ونركب تاكس ونقسم الفلوس انا وانت يعني. تاكس؟ ما تبعزقش فلوسك يا استاذ، بشيلها الحاجه اهم، وبعدين امشي بقى عشان انا ورايا شغل. يا احلى منهم كلهم، اديني قلبك خدي قلبي. اديني قلبك. يا لهوي يا ابله. ايه ده؟ انت بتحببي هدايا وليه؟ انا مش قلت لك ارجع بالليل؟ ما اشوفش خلقتك هنا تاني؟ اخفى من وشي دلوقتي يا سلومه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، مش مستحمله رذالتك. انا قلت لك مالكيش قعد معايا هنا. الله، وعملت بس قلت لك اخرجي كده بامان الله بادب وكرامه بدل ما اطردك والم عليك الخلق. خلقي مين اللي اتفرجوا معايا يا راجل يا ناقص؟ بقى تفضحيني وتدعيني شوية السكان معفنين. انت وليا خاينة وتستاهلي قطع لسانك، وانا بقى هربيكي وعلمك الادب اللي اهلك معلموكيش. انت هتمد ايدك عليا يا راجل يا ناقص؟ ده انا هشرب من دمك. خلي جيراني الهنا ينفعوك يا دعم قلبك عليهم يا وليا يا خاينة. اطلع بره. اوعى يا راجل يا عره. اوعى مش هتلينا مسوك. جرايه يا بنتي، ما انا داخله معاكوا يا بنتي. بتقفلي الباب في وشي؟ اه يا مجرمه.
السلام عليكم ورحمة الله. بابي وحشتني قوي يا بابي. انت زي الفل وزي القمر اهو، ما بتكلمنيش ليه؟ معلش يا بابي، كل مره بيبقى في سبب، وبعدين كنت مستنيه اروح بدري في مره عشان اكلمك مكالمه طويله. رجعنا زي زمان بقى ايام الشركه، بتقعدي بالشهر ما بتكلمنيش. ما انت عارف يا بابي، لما ببقى مشغوله مش بعرف اكلمك واحب فيك براحتي. وانا كده بطمن اكتر لما ما بترديش. قولي لي يا هايدي، اخبار المشروع ايه؟ ماشي كويس؟ مشروع مسميه ده مشروع؟ يا طارق ده مشروع وماشي كويس قوي. يا حاج يا عم الحاج. نعم. ينفع ان انا احج